بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحرار، السلام عليكم أيتها الحرائر. نحن نقف هذه الدقائق وقفة نظامية مع بطل الساحات الذي واصل درده حتى حين الاعتقال وفي الاعتقال. أقل ما نقدم له من الجهد والجزء اليسير مما قدم لشعبه ولوطنه ولعزتهم وكرامتهم وحريتهم. نقف هذه الوقفة بعد أن مضى على هذا البطل الصامد بطل الميادين سنة كاملة، ولا زلنا ندعو له وندعو لجميع سجنائنا بالفرج العاجل، فإن الله لقوي عزيز. أحبتي، ها نحن نقف هذه الوقفة القصيرة لأجل أن نؤدي حقا من حقوقه. تمنينا الكثير أن يقف في هذا المكان. أعداد كبيرة، لأنه كبير في معناه، كبير في تحركاته، كبير في بعده السياسي وفي بعده الميداني. ها هو أبسط حقوقنا المشروعة التي نواصل دربنا فيها، درب الحق ودرب العدالة ودرب البلوى والغربلة، درب ذات الشوكة التي نهجها إمامنا الحسين عليه السلام، والتي نهجتها صاحبة هذا اليوم زينب الكبرى، التي كانت قدوة مثالية لبناتنا لنسائنا لحرائرنا. فهي دائما وأبدا تردد تلك الصيحات وتلك الصرخات التي دوت في أجواء الإمبراطورية اليزيدية إلى أن سقطت كأن لم يكن شيئا مذكورا. أحبتي، في كل وقت، في كل ساعة، في كل لحظة، في كل مأزق، في كل شارع، في كل مكان، في كل قرية، في كل مدينة، الدستور يقول لنا بأن نكون دائما أحرارا نطالب بحقوقنا المشروعة مهما كلف الأمر، حتى لو كلف الأمر ذهابنا عن هذه الدنيا الدنية. نفتخر وكل ميداني يفتخر بأننا في عزة وحرية. لا بد لنا أن نحظى إما بالنصر وإما بالشهادة، فحقنا التظاهري مغفور لنا في أي مكان وفي أي زمان، ليل نهار، عشية إبكار، في الشارع العام، في كل مكان. هذا هو منطق الدستور ومنطق ما عرفناه من هذا النظام، من أننا لنا حق حرية التعبير وحرية التحركات. وبما أن حركاتنا سلمية لا تخرج حتى الآن، مهما وصل، حتى لو وصل إلى العصيان المدني لا تخرج عن السلمية. نحن سلميون، سلميون، سلميون،
لأننا مسلمون ننطق بشهادة الإسلام. فالسلام هو الأمان، فالسلام هو الإسلام، هو السلام والأمان. نسأل الله أن يفك قيد من استمعنا له. حبيبنا ووطننا السنغال، وأن يخرج كل السجناء وعلى رأسهم الرموز السياسية من قيد السجن، وما ذلك على الله بعزيز. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بالروح والدم نفديك يا سجين. بالروح